ماما حبيبتي والله انا ما عملت شيء يا روحي يا روحي انت مهند والله العظيم انا ما سويت اي شيء غلط ولا يهمك انا متاكد انك مستحيل تساوي هيك طمني اسمحوا لهم يحكوا معك جميله اهدي ولا تخافي نحن رح نطالعك من هون ماشي بدر كيفه لسه عايش لا تخافي اقسم بالله العظيم انا ما قتلته جميله بعرف ان الواطي زعجك اتصل فيني وقال ما بده يطلقني ومدري مين كان في عنده وبعد ما ضربني وغنيت فقت لقيته متسطح على الارض شفتوا معناها في حدا عمل غير جميله يلا خلص بكفي بس دقيقه لو سمحت مين هذا اللي كان عنده قولي سأل مؤيد هو يلي كان بالبيت واكيد رح يعرف احكي لهم كل شيء من الاول وقولي لهم كيف هددك ما بدي اياك تخافي من اي شيء ابدا جميله لازم نسأل الخدم وكيف بدنا نوصلهم لهدول؟ لا ما رح يعرفوا مستحيل وليش بقى؟ لأنه بدر عاطي إجازات لكل الخدم تبعه قالت لك كان في حدا ما بظن لأنه الأمن كان عليه هن واقفين على الباب ما كان في حدا بالبيت شو يعني عم تكذب؟ أنا ونوها خانهم فتنا بعد الحادثة فورا وما كان في حدا تاني ببيت بنوم أهلا وسهلا مرحبا فوتي شو صار؟ ليش رحتي من بكير؟ واتصلت فيكي ما رديتي خوفتيني احكيلي بصراحة كان في موعد بيني وبين رفيقي ورحت مشان شوفه ولهيك تركتكم ولما وصلت كان معصب علي كتير لأنه هو كتير بغار وبتعرفي بلش الاستجواب وين كنتي وين رحتي وبعدين اتخانق بالضبط وما عرفت كيف وصلت على البيت وحلفت له أني كنت عندك طول الوقت بس هو ما صدق ليكي هلأ إذا سألك لا تطلعيني كذابة قدامه قولي له أني كنت عندك طول الوقت قولي الحقيقة لا تكوني عاملة شي وعم تخبي لا يا روحي والله أنا ما عملت شي بس أنا بخاف منه كتير بصراحة لأنه هو شخص كتير عصبي والله العظيم إذا عصب بيكسر البيت كله فوق راسي وبتعرفي إذا عمل لي شي فضيحة بتشرشح بالحال ومشان هيك حابة روح لعندك اليوم سمرع بس لا تكوني علقانة مع جوزك السابق لا أنا أصلا ما عم شوفه يا الله الله يوفقك خلينا نمشي هلأ بيجي سكران وبيقعد بخبط على الباب وبرجع بكرة بزبط الوضع معه ماشي لك في حدا بيغسل بهالوقت؟ ايه لانه وانا عم اشرب عصير انكب على تيابي فقلت بغسلهم قبل ما ينتزع فستاني واخسره ذكرتيني خليني انشرهم وبعدين منروح ماشي؟ اوكي انتي متأكدة انك منيحة؟ طبعا بس بصراحة انا خايفة شوي لهيك مو حابة ضل وحدي هون طيب خلينا نروح خاطرهم ومشيتهم شو بدي أعمل؟ يعني انزعجوا لأني تركتهم ورحت؟ لا تخافي بعد ما سكروا صاروا يرقصوا ويغنوا ونسيوا كل شيء
ما مشيت التاكسي. الموقف قريب، مو مشكلة، نطلع بالباص، بسيطة. لا تنسي طول الليل كنا مع بعض، هيك بتقولي لمين ما سألك؟ ليش مين رح يسأل؟ يعني أي حدا بيسألك. لأنه إذا قلت له رح ينجبر ويجي، قولي له أنت مشان نعرف إذا عنده شغل ولا لا. تمام أمي؟ بس ثانية جيهان. سامي خير؟ شوفي شو